أعلن جنرال أمريكي أن طائرة روسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير مهني الأمس الخميس أثناء مشاركة واشنطن في عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا للمرة الثانية خلال 24 ساعة. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقاطع مصورات تتهم فيها مقاتلات روسية بالتحليق الخطير بالقرب من عدة طائرات أمريكية مسيرة فوق سوريا. وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن مقاتلتي رافال كانتا في مهمة أمنية على الحدود السورية العراقية تعرضتا لتفاعل غير احترافي من طائرة روسية. وبدوره أعلن مركز المصالحة الروسي أن أنظمة توجيه المسيرات الأمريكية في سوريا تظهر تأثيراً على الطائرات الروسية، ما قد يؤدي لتشغيل تلقائي لأنظمة الدفاع الجوي بالطائرة، متهماً التحالف الدولي باختراق اتفاقية منع التصادم في سوريا بشكل متكرر. أكد سفير روسيا في واشنطن اليوم أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تؤثر على المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن تواجدها العسكري على الأراضي السورية مخالف للقوانين الدولية. وقال السفير إن الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لروسيا بالسلوك غير المهني في الأجواء السورية تتجاوز حدود اللياقة، مضيفا أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك قواعد الطيران هناك. وبدورها نفت وزارة الدفاع الأمريكية انتهاك الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال بروتوكولات عدم التضارب مع روسيا في سوريا. أفادت مصادر محلية عن توقف عمل منظومة الإسعاف والإحالة في الشمال السوري بسبب توقف الدعم منذ نحو شهر، وتزامن ذلك مع إعلان برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن تخفيض قيمة مساعدته الشهرية للأسر المحتاجة من اللاجئين السوريين خارج المخيمات إلى الثلث اعتبارا من تموز الحالي جراء نقص التمويل.